هذه فكرة بسيطة لسقي الطيور والأشجار البرية بحيث ينقط عليها، تعبي لك سطل أو أي شيء حجم كبير ما في مشكلة. وش نسوي؟ نجيب سطل البوية ونخرقه من أسفله بالشكل هذا. نحتاج الفكرة تعتمد على حق البنشر اللي هو تشتريه من البنشر، ندخله من جوا ثم نقوم بشده زي طريقة البناشر لين يسقط في مكانه. سقط بهالشكل، نروح نعبيه موية. بعد ما نعبيه نقدر نتحكم في منسوب الماء، مسكر إذا رجعته بهالشكل، أو شيء إنه ما يهرب. ثاني شيء تحله على الشيء اللي تبيه. بعدين شوفه وتقدر تشبكه ينقط مباشرة على النبتة تنقيط وتغطيه طبعا، واستحسن تخرق له تهوية أو ما تسكر بالشكل هذا. ينقط على النبتة مباشرة، أو تحط لك حوض آخر في البر مثل للطيور لو صغير يقوم ينقط فيه، وتقدر تتحكم فيه هنا، تقصر عليه تطول عليه. وبإمكانك تشبك فيه لي، ولا هذا يروح العوامة المعروفة. في طرق واجد، لكن الفكرة على هذا أن لاحظوا ما ينقط من هنا ولا شيء، ما يحتاج صمغ ولا غيره ولا شيء، يثبت.